ده شارع من في بروكسل بين لويس، في كل المطاعم المتخصصة، من الأماكن المشهورة هنا، يعني الناس بتيجي تتغدى هنا. انتوا عارفين ان في أوروبا معظم الناس تاكل بره، فكل الانترناشنال فودز طبعا بكل أنواع الأكل، وعلى حسب الدول، من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، من إيطاليا، من كل الأماكن. الشباب المغربي، بوكي هاوس، اللي جايبهم بيكو كورنرز، أكل فيجيتيريانز معظمهم. دي أفينو لويس ستريت، مشهور هنا. وده الشارع بتاع المطاعم.